ازيك يا عم ابو العزم؟ الحمد لله يا اخي. انا ليا امنيه واحده بس، مره واحده اعدي من هنا او اقعد على القهوه الاقيك مش قاعد، مش موجود في مكانك. يعني انا نفسي افهم انت بتروح امتى، بتنام امتى، بترتاح امتى؟ انت راجل كبرت، ان لبدنك عليك حقا. ربنا يديك صحه يا ست مباسم. ست مباسم يا نعم. ازيك يا ست مباسم؟ يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الياسمين، يا استاذ شاكر، يا استاذ شاكر، يا منجح ولادي. بسم الله ما شاء الله، ده العيال ما جلوش معاك ولا سنه. بس انا زعلان منهم يا ست مباسم. يا لهوي، وليه ولادي عملوا لك ايه؟ صدقني مفيش حد منهم يجي يطمن عليا. اخس 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 على عياله وعمايله، خلاص نسوا تعب الليالي معاهم وانت بتذاكر لهم. اهو ده اللي الناس مش قادر تفهمه، ان المدرسين زي اولياء الامور بالظبط، ليهم في الاولاد نفس الشيء. والمثل بيقول من علمني حرفا صرت له عبدا. معلش يا اخويا ما تزعلش، لما تزعل ازعل مني انا ولا من ابوه. يلا فوتك بعاك. دكتور انت مش هتفطر؟ لا افطرت في البيت. يا نهار اسود، ازاي تفطر في البيت؟ لو عايز تفطر انت روح. لو على ايه بقى؟ خليها بطن واحده ونتغدى سوا. يا عطا يا عطا فكها عن نفسك شويه بقى. فكها عن نفسك اكتر من كده؟ ده نعيبي الوحيد يا دكتور ان انا ايديا سايبه. من جيت سايبه على الاخر. يا صباح الفل يا دكتور فكر. صباح الفل يا ست نجاه. خد يا عطا هات لي الدواء ده. عينيا يا ست الكل. اسلم عينيك، تصدق كل ما اشوفك احس ان الدنيا لسه بخير. ده الحاج مرشدي؟ والله ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. ربنا يديله الصحه، بس لعلمك بقى هو اللي دماغه ناشفه. انا كنت هاخده لدكتور صاحبي، هو اللي مرضيش. هو كده، هو ما يحبش سيره الدكاتره ولا المستشفيات. صدق وتؤمن بالله المره اللي فاتت لما تعب لما كان بعافيه شويه خدناه على الاسبيتاليا بالعافيه بطلوع الروح. هو طول ما هو ماشي على رجليه لا عايز يسمع لا سيره الدكاتره ولا مستشفيات. ربنا يديله الصحه ست نجاه. يا رب انت وهو جميع مخالق. اتفضل يا ست الكل. يزيد فضلك، خد اتفضل. ما تخلى يا ست. لا كتر خيرك، خيرك ثابت. خد ربنا يخليك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله الله جرايه يا دكتور. هو كل اللي هيقول لك خلي هتقول له عادي خلي كده. ايه بقول لك ايه؟ نعم. انا زهقت منك يا عطا، روح هات لي شاي من القهوه. شاي واحد بس؟ واحد ليا واحد ليك. ايوه كده هوا. انا مش عارف بس يا عطا الفلوس اللي انت عمال تكنزها على قلبك دي هتوديها فين؟ هتعدلي عليا نجاة ولا ايه؟ انا عدل عليك؟ ده لا عاش ولا كان اللي يعدل عليك. لك حق، ما عشان علمتك بقى شويتين في شغل المشتل هتعملي باش مهندسة عليا. انا باش مهندسة؟ ده انت اللي باش مهندس قد الدنيا. بعدين اعمل لك ايه؟ مش انت اللي علمتني؟ كل ما اجي المشتل تقول لي الزرعة دي نوعها كذا والزرعة دي نوعها كذا والزرعة دي وابصر ايه وادرك ايه؟ هعمل لك ايه بقى؟ ابقي بقى اسالي بعد كده وشوفي مين اللي هيرد عليك. لا انا اتعلمت كل حاجه في الزراعه، ده انت اللي تسالني اي سؤال انا اجاوبك عليه. بس انت تفتح لي مخك بقى في السبايك. انا ناس. انا ناس وبس، ده سبايك بطيخ كمان يا بنت. يلا تعالى ما فطرش. ايه ده ايه ده؟ الواد راجي لو شاف الانكاجيه ده هيغير قوي. لا سيادة الصور راضي قال لي لا الا الحاج مرشدي في ري هو يقدر يقول غير كده. طب تعالى تعالى على مهل على مهل. ها ها
يلا هوبا يلا يا راجل يا بركة. يلا يا ستي ورينا جايبة افطار ايه؟ لا اللي قبل الفطار الدواء اللي قبل الفطار. وكمان ما نسيتيش الدواء. انساك ازاي؟ خد يا حبيبي. بسم يا شافي عافي. ألف هنا وعافية. عارفة نجات؟ نعمين يا حاج. لما أم راضي الله يرحمها خلفت راضي وعرفة، كنت دايما أقول لها يعني ما كنتش قادرة تخلفينا حتة بيت تسندنا لما نكبر، لكن ربنا ما أرادش. أنا كده زعلان ليه؟ أمال أنا رحت فين يا حاج؟ ولا أنا مش مالي عينك بقى؟ ده أنت تملي عين الباشا. لا ما أنا جايلك في الكلام أهو. تروح لأيام وتيجي لأيام والواد راضي يتجوزك وربنا يكرمني بيك يا أصيلة يا بنت الأصول. ربنا يخليك يا حاج، ربنا الواحد هو العالم أنا بحبك قد إيه. أنت عارف إن أنا يتيمة وبعتبرك مكان أبويا، بس ربنا عوضك بي أنا بس مش بمرات ابنك التاني. أعوذ بالله. أنت عايزة بقى تسدي نفسي عن الأكل ولا إيه؟ لا 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 لا، كل يلا ألف هنا وشفا مطرح ما يسر يمري. طول عمري راضي مريح قلبي ودعاي أعادله، عشان كده اتجوز الزوجة الصالحة اللي هو انتي. إنما عرفة يا ساتر، طول عمره منشف ريقي ووجع قلبي. معلش يا حاج، ربنا يهديه ومراته. على قولك ربنا يهديه ومراته. ما تمدي ايدك بقى وتفتحي نفسي. لا أنا سبقتك يا حجوك. مع راضي برضه؟ طبعا مع راضي، ما هو لازم اكل معاه عشان نفسي تتفتح، وعلى كل انا هاكل معاك انت كمان عشان نفسك تتفتح. يلا ماشي يا ستي. وزي الواد راضي ما قالك مرشدي سماح، انا كمان بقولك راضي سماح. ماشي يا نوجة. نوجة؟ الله، انت هتدلعني زي ما هو بيدلعني ولا ايه؟ يا بنتي ده انا اللي مفطمه ومعلمه. لا ده انت بقيت شاي قوي يا حاج. لا ده انا ما مسكتش عليك كده، انا هروح ادور لك على بنت بنت حلال اجوزها لك عشان تحجمك. يا عرفة يا عرفة، انت هتفضل نادي كده على طول؟ ما تقوم يا عرفة بقى. قوم. سلام قولي من رب الرحيم. 6 في 6 في 36. ما هو ده مش اسمه كلام. هتفضل سهران طول الليل ونايمني كده طول النهار؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، استبحر اصبح الملك لله. الكلام ده يا اخويا بيقولوه الناس اللي نازله تسعى على رزقها، مش اللي مبلطين في الخط زيك. استبح وقول يا صب. وقفت في زورك قوي. انت مش حاسس يا راجل انت انك بقالك شهور قاعد من غير شغل؟ ما سألتش نفسك مرة البيت ده ماشي ازاي؟ انت عايز ايه يا محاسن؟ قلتلك الصبح خلي النهار يعدي. انا عايزك تقوم تفوق كده وتدور لك على شغل زي الرجالة. يمين بالله كلمة زيادة وهقطع لسانك من لخلوه. اخف وكش. لا يا اخويا انا خلاص ما بقتش باكل من الحركات دي، وعايز تضرب اضرب اضرب يا عرفة. إيه؟ بس انا بقى قتلتك النهارده. ما تهدي، مالك داخل عليا زي زعبيب امشير كده؟ اهدي يا بنت. وبعدين انا بصراحه اكلم ناس اصحابي كده يشوفوا الشغل، وهنزل اقابلهم دلوقتي. اما نشوف. بقولك ايه، ريت كده سمسمه تعملي لي لقمه كده اشق بيها ريقي، واعملي لي كوبايه شاي بلبن. ها بلبن وكمان بتتشرط. ليك نفس تاكل قوي؟ قلت حاجه؟ ليك نفس تاكل قوي؟ بقولك ايه، شيل المراوح اللي على قلبك دي وانزل شوف حالك بقى. الله يقلي منامك بعيدة زي ما قلقت منامي. ربنا ياخدك. خسارتك عارفه.